أهلا بكم. بعد إغلاق البرلمان لأكثر من أسبوعين، تقدمت حشود المحتجين من أنصار التيار الصدري بخطوة تصعيدية إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى الذي يعتبر الحصن الأقوى للحفاظ على هيبة الدولة ودستورها. فنصب المتظاهرون خيامهم أمام بواباته بعدما وصفوه بالقضاء المسيس وغير العادل بقراراته. المراقبون يرون أن هذه الخطوة جاءت بعدما أعلن القضاء أنه لا يملك الصلاحيات الكاملة بحل مجلس النواب، فتعقد المشهد أكثر، وعلى إثر ذلك التصعيد الذي أسماه المفسرون بالتجاوز على القانون جاءت ردود الأفعال السياسية غاضبة ورافضة لهذا التقدم صوب مؤسسة القضاء العراقي، حتى وصل الحال إلى رفض الأمم المتحدة لذلك عبر خطابها الذي قالت فيه أن المتظاهرات السلمية حق مشروع دون المساس بمؤسسات الدولة أو التعدي على القضاء. منعطفات كثيرة توقفت عندها العملية السياسية، وما زالت الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة الخضراء تحكم على المشهد السياسي بالانسداد والاستحواذ على ممتلكات الدولة، وآخرها يوم أمس حين أغلق المحتجون مجلس القضاء الأعلى بعد مبنى البرلمان. فنصب الخيام والوصول إلى مقترباته إشارة واضحة إلى تهديد القضاء بحسب ما يراه المراقبون للمشهد السياسي. السلطة التشريعية تحت إرادة المحتجين أوقفت جلسات البرلمان لتبقى حكومة تصريف المهام هي المشرعة الأوحد في ساحة الحكم على البلد، أمر أدانته الجهات الرافضة لهذه الأعمال التي وصفوها بتحركات هدفها تعطيل جلسات البرلمان من المضي نحو تشكيل الحكومة، بالوقت الذي اعتلت أصوات المحذرين من تصاعد في حدة التجاوزات غير القانونية والوصول إلى هاوية الاقتتال الداخلي بين أبناء البلد. فتفاقم الأزمات يوما بعد آخر ينذر بخطر قادم وفقا لقراءات المشهد للمتخصصين. فبعد محاصرة المؤسسات الحكومية جاءت تهديدات بتحركات وخطوات مفاجئة وجديدة في العملية السياسية. يقول المتابعون هذه تحركات أريد منها زيادة الضغط على الجهات المسؤولة بالتراجع عن تشكيل الحكومة المتزامنة مع استئناف جلسات البرلمان. ومن جملة المواقف السياسية أدانت بعض الجهات هذه التحركات التي وصفوها بالمخالفات القانونية وغير إصلاحية كما يريده المحتجون من أنصار التيار الصدري. أما الإطار الشيعي فقد حمل الحكومة الحالية مسؤولية التجاوزات والانتهاكات، رافضا الحوارات مع التيار الصدري إلى حين الصف مع القوى التي تؤمن بالحلول السلمية لإصلاح العملية السياسية. وكذلك المجلس الأعلى أعلن موقفه برفض تعطيل القضاء العراقي، موضحا عدم الصبر بانتظار أكثر لتعطيل البرلمان. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم ومن جديد مشاهدينا، ورحب بضيفي في هذه الساعة دكتور جهاد العقالي رئيس قسم الإعلام في كلية الآمال. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. يعني موقف التيار يعني أكثر تشدد، مواقف تتسع، يعني الموقف الأخير أنه متظاهر التيار يعني اجتمعوا أو تجمعوا أمام مجلس القضاء الأعلى، واعتبر المراقبون بأن هذا تجاوز على مؤسسات الدولة وهيبتها، خصوصا مؤسسة كبيرة مثل القضاء العراقي. إذا ما قرأنا الموضوع بموضوعية وعقلانية، هل بالفعل تجاوز التيار الصدري حدوده الدستورية والقانونية وحتى الوطنية كما يراه البعض؟ أهلا وسهلا بك. الحقيقة التيار والجماهير الحاشدة الآن هي تتظاهر تحت مشروعية التظاهر اللي أقرها الدستور العراقي، لكن اللي حدث الفترة الأخيرة أن اتساع مساحة التظاهر وصول إلى باب المجلس الأعلى للقضاء أخذ إشكاليات وتوجهات أخرى في الوسط الشعبي او على وسط على صعيد الدوله، وهذا انه احنا نعرف انه الدستور هو الدوله هي الدستور والعلم، اذا مس الدستور مست الدوله وذهبت احد اركانها الرئيسيه اللي تتكز عليها الدوله العراقيه. ومن المعروف احنا كاي ازمه في الدوله او في الدول الاخرى لازم ان تنتج عقلاء
لحل هذه الأزمة وحل حلتها. وهي الأزمات في العراق أما تكون أو بشكل عام أما تكون أزمة فكرية تجابه النظام السياسي اللي يعيش العراق أو أزمة اقتصادية أو اجتماعية. هذه الأزمات هي معظمها هزت الشارع العراقي وجعلت من الشارع العراقي أن يكون غاضب وتوظف في ضرب أركان الدولة العراقية. لكن مع الأسف يعني العقلاء لم يظهروا على هذه الساحة. هو هذا السؤال، الحكمة والصبر الشعبي والسياسي واضح منذ بداية الأزمة الأخيرة في المشهد السياسي العراقي إلى أن تأخذ المواقف أبعاد مقلقة كالموقف الأخير من محتجي التيار أمام القضاء. متى يظهر يعني حكمة العقل والصرامة يعني بهيك مواقف؟ بسبب تأخير حكمة أو منطق العقل نقول، تأخر كثير على هذه المشهد اللي أطال عشرة أشهر بعد الانتخابات تشرين، وصلت الأمور إلى هذه الدرجة، وخاصة عقل السلطة أو عقل المجتمع. وأنا هنا بنظري أحمل، بما أنه البرلمان هو الواجهة المهمة بالمجتمع، يتحمل البرلمان المسؤولية الكبرى بغياب أو عدم إداء دوره لزعزعة أو فض هذا النزاع الموجود اللي يتمثل بدور السيد الحلبوسي كرئيس للبرلمان العراقي. غاب فترة طويلة عن هذا المشهد، ويجب أن يكون لهم دور، أو هو بحد ذاته يكون له دور كبير لتقارب وجهات النظر. القيادة هي مجرد شكل بارز يظهر أمام الشاشات أو بالاجتماعات. القيادة هي فكر، إنتاج حلول، صنع قرارات مهمة جدا لإدارة الأزمة حينما تقع في مكان معين أو في الدولة معينة. هذه اختفت كليا مما صعد المشهد. إضافة إلى هناك عوامل كثيرة صعدت المشهد، استغلوا يعني شحنة الشارع إلى أن يوصل هذا الدرجة، أن يصل إلى أبواب المجلس الأعلى للقضاء. تمام، انضمنا عبر الصوت والصورة من أمام ساحة الاعتصام الكاتب والإعلامي سيد مرتضى التميمي. سيد مرتضى إذا كنت تسمعني أرحب بك. حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة، وشكرا على قناة الأيام لأنها تواكب الحدث. أستاذ مرتضى، يعني حتى اللحظة لم يستوعب الشارع ربما بعد يعيش الصدمة للخطوة التي أقدم عليها أنصار التيار الصدري بالتجمع أمام مجلس القضاء ومحاولة اقتحامه، وكثير يعني من اللغط اللي حدث بهذا الموضوع. لكن حتى هذه اللحظة يعني الموضوع كلش كبير أستاذ مرتضى. المتواجدون أمام الاعتصام كيف ينظرون إلى هذه الخطوة؟ ما هي يعني مواقفهم من هكذا خطوات ربما ستكون مستقبلا؟ أولا، ما حصل من اقتحام لمجلس القضاء الأعلى والاعتصام أمام القضاء وكل الرسائل التي وصلت من خلال هذا هي كانت رسائل سلبية. الذي أشار على السيد مقتدى الصدر بهذه الإشارة كان مخطئا ولم يقرأ المشهد عراقيا إقليميا ودوليا بشكل جيد. لذلك هذه الخطوة أفقدت التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر على وجه التحديد أفقدته حلفائه، ومن ضمنهم الكرد والسنة وبقية الأطراف حتى الشيعية والكردية وغيرها التي تؤمن بدولة مؤسسات ودولة قوانين، وهذه التي تؤسس لمشروع الدولة الحقيقية، لا تأسيس لمشروع اختطاف الدولة من قبل فئة قليلة لا تمثل أغلبية الشعب ولا نصف الشعب ولا ربع الشعب، وإنما هي جزء جزئي من الشعب العراقي قد يصل إلى 5%. حتى الرسائل التي وصلت إلى المجتمع الدولي والإقليمي كانت سيئة وكانت سلبية. لذلك خرجت الإدانات فورا من قبل اليونامي ومن قبل الأمم المتحدة
وحتى من قبل الصحف التي كان والإعلام الذي ولى لفترة طويلة التيار الصدري في كل خطواته، إلى وصلنا إلى مرحلة، هذه المرحلة وقف عندها هذا الإعلام ولم يتخذ حتى مسألة الحياد، بل تحدث أن هذا الإجراء هو إجراء غير لائق، ولعله سينسف كل مفاهيم الدول الحضارية والمتحضرة، ودولة مثل العراق تنعم بهذا الكم الهائل من الاختلاف، الاختلاف الديني والمذهبي والإثني والعرقي، كل هذه التفاصيل في المجتمع العراقي هذا يهددها، يهدد حتى النسيج العراقي. لذلك الخطوات التي صدرت من قبل رئاسة مجلس القضاء الأعلى كانت جدا محترمة ورائعة، ولم تتراجع كما تراجع قبلها الحلبوسي وغير الحلبوسي، فجعل البرلمان مختطفا بيد فئة هي لا تمثل الشعب العراقي، بل تمثل جهات بعينها اختطفت إرادة العراقيين وأصواتهم وذهبت لتنفذ عليهم انقلابا بدايته واضحة المعالم، نحن نتحدث الآن عن نهايته. لذلك المرجح أن كل ما حصل منذ الاعتصام بباب القضاء وتهديد القضاة من خلال التغريدات النارية التي صدرت من أتباع الصدر حتى هذه اللحظة، الصدر ومن خلال التغريدة التي خرجت اليوم والأمس، هو يؤشر إلى وجود تخبط كبير في القرار الصدري، ولا نعلم إلى ماذا ستؤول خطواتهم المقبلة. لا، خطواتهم جاءت في خطوات التيار. لذلك نحن نطلب من خطوات التيار أعلنها في لهجته في بيانه، ويعني وعلى ما يبدو فيها لهجة تحدي وزير الصدر، يعني بعد فض الاعتصامات أو فشل الاعتصامات وتهديد القضاء، خرج ببيان فيه نوع من التحدي أو التهديد. كيف يقرأ المتظاهرون هذا التحدي وهذه الموجة من التصعيدات؟ أحسنتي، لهجة التحدي، نعم لهجة التحدي والتهديد والتصعيد اعتادها العراقيون جميعا من قبل التيار الصدري، هذه هي الثيمة البارزة على التيار الصدري، العشوائية والتهديد والوعيد، وإذا ما وصلت إلى أيديهم يصلون إلى حد القتل والسحل، وما رأينا الكثير مما طال إخوتنا المسالمين، إن كان حتى في تشرين، وإن كان ما حصل مع الأخوة العليا والشهداء وغيرهم من المقرات التي أحرقت، مقرات السيد عمال حكيم أحرقت، مقرات دولة القانون أحرقت، الكثير من التهديدات والتحديات طالت الآخرين، كل هذه هي الرمق الأخير وتؤشر إلى نهاية هذه الاحتجاجات. الصدر يريد مخرجا، متى سيصل إلى هذا المخرج لا نعلم، كل الأيادي الممدودة التي سبقت هذه الفترة ومدت إلى الصدر من خلال الجلوس بجلسة حوار واضحة علنية صريحة رفضها الصدر. أنا لا أعلم ماذا يريد الصدر، من يرضى ومن يترضى على الكاظمي ولا يعتبره فاسدا طيلة هذه المدة حتى لم يتناوله بتغريدة، إذن هو يعمل على إطالة عمر حكومة الكاظمي الذي هو يمثل العوبة واضحة بيد الصدر، من خلالها اختطف الدولة، لأن الأجهزة التنفيذية لم تكن على قدر المسؤولية في دخول المتظاهرين للبرلمان، وفي أيضا وصولهم إلى باب القضاء والتهديد الصريح والذي وصل إلى حد ذبح القضاة في داخل مجلس القضاء بحسب التغريدات التي صدرت. تمام. سيد دكتور جهاد، يعني من ضمن لائحة المطالب للمتظاهرين أو المقتحمين أو المتواجدين أمام مجلس القضاء هي حل البرلمان، هناك جملة من المطالب من ضمنها حل البرلمان، بالفعل أكو علاقة اليوم للقضاء بمسألة حل البرلمان إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار المطالبات اليوم الحقيقية والجادة، وكل يوم مجمع على مسألة حل البرلمان ممكن حل للذهاب لحل المشكلة، القضاء شنو علاقته بمسألة حل البرلمان؟ والقضاء لو سامح أو أقر بحل البرلمان، ما توجهوا المتظاهرين المجلس الأعلى القضاء
واحتجوا أمامه. الحقيقة هذه أنه هو مطالب ثلاثة: حل البرلمان، وعدم تغيير النظام الانتخابي، والنقطة الثالثة اللي هي تشكيل الحكومة. فهذا هو ما هو نقطة، ثلاث نقاط اختلاف بين التيار ودولة الإطار. فهذني هو اسميه التضادات بين الطرفين، واللي وسع مساحة الاختلاف إلى أن وصلت إلى هذا الحد، والشحن اللي اشتركت به حتى الحكومة بحد ذاتها، حكومة الكاظمي، غضت النظر عن كثير من الأمور، مما ساعد إلى تأزم الموقف إلى هذا الدرجة. فهذا هو الواقع بالنسبة لل. بس هذه هي مطالب إحنا نفهمها دكتور، لكن هو القضاء له علاقة في المسألة؟ يعني ممكن يبت في هذا الموضوع في أي مسألة حل البرلمان وبقية لا يمكن مسألة البرلمان هو يحل نفسه طبعاً. ولا توجد فرصة يعني ولا توجد فرصة لحد الآن لعقد جلسة البرلمان، ولهذا أصبح هو البرلمان مغيب. وهذا هذا مو معلوم لدى المتصدي للعمل السياسي لماذا هو هي هذا هو هو طبيعة العمل السياسي المعروف أنه هذا هالشكل هذا. لكن إجتي هذه أوقفت هذه المظاهرات والقرارات السريعة، غيرت المشهد السياسي وأزمته إلى وصل لهذا الدرجة. فإحنا نقول هنا يجب أن أصحاب العقول، أصحاب المنطقة، أن يداركون هذا التأزم، هذا الشحن الغير مقبول، لأن إحنا مو دولتين على حدود حتى نتقاتل وكل واحد يبادئ الآخر بالتهم. إحنا شعب، يعني شعب وشريحة ولها ثقلها السياسي والديني. هناك جهات أخرى يعني غير الحكماء والمتعقلين، هو الموقف الحكومي مما يجري في الساحة العراقية مسؤولة من الجانب الأمني، من الجانب الاجتماعي، أي قضية أو أي ظاهرة تظهر يعني بالتنتيجة لازم الحكومة من تحتويها. يعني ما جرى مؤخرا، هسه ما نتحدث قبل 10 أشهر من تظاهرات وغيرها وإشكاليات وخلافات سياسية فيما يخص تشكيل الحكومة وقبول نتائج الانتخابات، نتحدث عن الموقف الأخير فيما يخص الإساءة إلى القضاء. الموقف الحكومي اليوم لماذا بهذه السلبية؟ حتى عندما سألوا السيد الكاظمي رئيس الوزراء الحالي تحدث قال أنا لا أجابه الصدر، يعني بهذه الذي يمتلك هذه القوة. لا، هو بررها أنه لا يمكن أن يصدر أوامر لإيقاف هذه التظاهرات خشية من أن تسفك الدماء وتتحول المنطقة الخضراء. هذا سابقا في تظاهرات في بداية التظاهرات إلى منطقة حمراء. هو كل موقف الحكومة موقف ضعيف، واستغل هذا الموقف الضعيف لصالح هذه التظاهرات. هذا هي النقطة. ليش الموقف ده؟ يعني هي أساسا حكومة الكاظمي شكلت على بناء أساسا بناء ضعيف جدا. فهذه الحكومة الضعيفة إيش تنتج؟ يعني تنتج فوضى وتنتج من يتحمل المسؤولية اليوم إذا كان رئيس الحكومة يتحدث بهذا المنطق ويقول أنا لا أجابه قوة كقوة الصدر؟ هي الحكومة تحمل المسؤولية. أي جهة من الحكومة؟ هو الكاظمي على رأس الحكومة يتحمل المسؤولية. من المؤسسات الأمنية والقادة الأمنية وحتى الأمنية. إحنا ليش غلط نفسنا؟ هي الأمنية منين؟ هي الأمنية كلهم توظفوا منين؟ مشتركت بها كل الأحزاب، بعض القطاعات الأمنية الجهاز، هم كلهم. إحنا كشعب كليتنا مسؤولين بما إحنا ليش بس الأمنية؟ فالأمنية صح عليها أن توفر الأمن والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم الاقتراب بها والعبث بها بطريقة يسيء لشكل الحضاري الدولة. تمام. مرة أخرى أستاذ مرتضى التميمي، يعني الموقف الحكومي دائما ما يعني يسأل أو يتساءل البعض عن الموقف الحكومي، موقف حكومة الكاظمي مما يجري من أحداث وتصاعد في الشارع العراقي، ومن يسأل ذلك خصوصا المطالبون اليوم بالشرعية المعتصمون أمام بوابات المنطقة الخضراء. يعني إذا ما كان هناك تساؤل أو محاسبة أو إشارة إلى الحكومة العراقية تحديدا رئيس الوزراء العراقي مما يجري مؤخرا وخصوصا الإساءة للقضاء، كيف يمكن اليوم المعتصمون بالشرعية أو المطالبون بالشرعية اليوم أن يقاضوا الحكومة الحالية؟ تمام. سيد زينب، لعل أهم وأكثر المستفيدين مما يجري اليوم في الشارع العراقي ومن ضمنها هذه الاحتجاجات والتعطيل لمؤسسات الدولة هو شخص الكاظمي وحكومة الكاظمي ومستشاروه والمقربون منه. لماذا؟
اليوم انظري جيدا، البرلمان معطل، يعني الجهة الرقابية والتشريعية معطلة، القضاء شبه عطل، لذلك لا أحد يحاسب الكاظمي في أي جزئية أو أي خطأ أو أي خرق، كما لم يحاسب الكاظمي من قبل، يعني منذ استلام الكاظمي إلى هذه اللحظة، والملفات التي يجب أن يعاقب عليها الكاظمي أو على الأقل يسأل لم يسأل، فكيف تريدين اليوم أن يسأل الكاظمي؟ هذا الرجل هو المستفيد الأول وأكثر المستفيدين مما يجري الآن، وأنا لا أشك أن لديه مع الصدر روابط، والخطوات التي تحدث اليوم هي بشراكة مع الصدر، وإلا كيف يسمح لنفسه أن تهان الكاظم وهو رئيس الدولة، أن تهان الدولة بهذه الصورة من خلال اقتحام مؤسسات الدولة الرسمية والسلطات العليا كالتشريعية والقضائية، وغدا ستكون التنفيذية، فالتهديدات أرسلت اليوم إلى رئاسة الجمهورية وسمي بالقصر ذات القباب الصفراء أو الذهبية، يعني ماذا يقصدون بها؟ المنصات التابعة للأخوة بالتيار الصدري، أين إلى أين تريدون أن تصلوا وأنتم تهددون المجتمع العراقي ورئاسة البرلمان، رئاسة القضاء، رئاسة الجمهورية؟ طيب اقرأنا دعوة الإطار لحوار وطني جديد، اقرأنا هاي لا يدوم الكاظمي شريك، نعم شريك، ويسائل ويجب أن يحاكم على ذلك، تمام سيد، لكن من الذي يسأل الكاظمي اليوم؟ عفوا أنا لا أسمعك جيدا سيد زينب، خل دعيني أكمل، من الذي يسأل الكاظمي إذا ما عطلت كل أدوات القانونية والقضائية والإجراءات حتى نسأل أي شخص؟ فكيف نسأل شخص مثل الكاظمي؟ لا أحد يسأل الكاظمي، هو المستفيد الأول، وكل ما يريده السيد مقتدى الصدر اليوم هو إطالة عمر حكومة الكاظمي الذي هو ينفذ ما يريد الصدر بدون أن يشار إلى أنها حكومة صدرية، أكثر من هذه الطاعة لم توجد، الكاظمي صدري بامتياز ومطيع بامتياز ويطبق كل المقولات التي أطلقها السيد الصدر على أتباعه، طيع واسكت حبيبي، بالضبط يطبقها الكاظمي، لذلك لا يجد الصدر أفضل من هذه الفرصة للتشبث بشخص مثل الكاظمي ينفذ له كل ما يريد بحذافيره، بل ونعبر إلى التنفيذ، يفسح المجال لأن تخطط في الدولة من قبل أناس لا تمثل غالبية الشعب العراقي ولا نصف الشعب العراقي ولا ربع الشعب العراقي. أن يكون الكاظمي صدريا هذا فخر له أن يكون صدري، لكن أن يكون تياريا على حساب التيارات الأخرى هذا غير مقبول لسيد الكاظمي باعتباره هو أبي الجميع، وأن ينحاز فقط للدولة. أنا أحسن، أنا نفتخر السلوك أختي العزيزة سيد زينب، يجب أن نفرق بين التيار الصدري كتيار عقائدي أسس منذ سبعينات القرن الماضي برعاية السيد محمد باقر الصدر الذي أسس للإسلام السياسي بهذه الصيغة الرائعة، وأتى بعده السيد محمد الصدر هذا الشهيد الذي أسس للإسلام الديني. نحن نقول اليوم إن هذه التيارات، أنا اليوم رئيس وزراء دولة، لا يجب أن أنتمي بالفعل وليس بالشكل، بالفعل أنا أنتمي بالتنفيذ للتيار أو غير التيار، من أنا لست حزبيا، رئيس وزراء، يعني احنا رأينا بالأمس القريب السيد عادل عبد المهدي كان منتمي إلى أحد التيارات الإسلامية، لكن عندما كان رئيسا للوزراء كان يمثل العراقيين جميعا، وحاول أن يحافظ على شرعية الدولة وعلى كل موارد الدولة واحترامه للمرجعية، كل هذا فعله ذلك الرجل، لكن كل الخروقات التي جاء بها الكاظمي منذ استلامه لهذه الولاية البائسة، إنها أسوأ فترة حكم في العراق حتى هذه اللحظة، من يحاسبه عليها؟ لماذا على الكاظمي أن يكون صدريا؟ لماذا الكاظمي لا يميل إلى البقية ويكون أحد المواطنين العراقيين؟ لذا أنا أكررها وأصر على هذا، الكاظمي صدري، وهو أكثر الصدريين التزاما بتعاليم مقتدى الصدر، ولا أقصد السيد محمد صادق الصدر. طيب شو تقرأ يعني الدعوة لفتح حوار وطني جديد ودعوة الإطار لأن يكون هناك ممثل للتيار في هذا الحوار؟ هل هناك أمل اليوم من السيد مقتدى الصدر بأن يكون هناك تنازلات لمطالبه، بأن يعني يذهب إلى الحوار مع فرقاء السياسيين والمختلفين معهم سياسيا مع شركاء السياسيين؟ يعني هذه الدعوة يعني تبعث بالأمل بأن هناك ممكن أنه يقبل السيد مقتدى الصدر بالحوار مرة أخرى.
نعم، بالنسبة للحوار لعل الصدر صعد من سقف المطالب حتى يتحصل على مطالبه المهمة كرئاسة الوزراء والوزارات التي تدر المال إلى عليه وإقصاء للخصوم. لكن أنا السؤال ليس هنا، هل نبقى نحن كعراقيين ندور في هذه الحلبة يجب أن نرضي الصدر أم ماذا؟ هل وضع الله علينا شرطا أن نعيش في هذا البلد؟ على كل عراقيين يجب عليهم إرضاء الصدر؟ هل لا توجد هكذا معادلات في الحكومات وفي البلاد؟ الصدر ليس ملكا على العراق اليوم وليس رئيس الوزراء، ويمثل تيار ديني سياسي. الإسلام السياسي الذي يتحدث عنه الصدر هو يطبقه بعذافيره، تيار ديني سياسي، بل ذهب الصدر إلى أكثر من ذلك، أراد أن يطبق ولاية الفقيه في العراق بحذافيره، وهو ليس فقيها جامعا للشراب بأن يكون مرجعا. لذلك كل هذه التناقضات تخرج على شكل تغريدات من شخصية مبهمة، وزير القائد محمد صالح العراقي إلى آخره، صالح كل يعني دولة تدار بتغريدة لا أو بقصقوصة، دولة تدار بآراء متخبطة، دولة تدار بتهديد الآخرين. كيف أنا اليوم أنا كدولة، وأنا أدعو كل جميع السياسيين إلى أن يلتفوا ويجدوا مخرجا منطقيا للوقوف أمام هذه الظاهرة. هذه ظاهرات تهدد كل ما يمكن أن يكون في العراق، كل بناء العراق، كل المكتسبات العراقية. أنا لا أستطيع أن أعيش في ظل بلد وأن أضمن وجود حكومة قوية وأنا أتعرض للتهديد من خلال تغريدة من شخص اسمه وهمي ليس لديه صفة. كيف أنا اليوم أطلق على نفسي قائد سياسي؟ أنا أخاطب الأخوة بالإطار والأخوة بالكردستاني والديمقراطي والعزم وتقدم وكل الأحزاب المنضوية اليوم المشكلة لهذه الحكومة التي لديها ممثلين شعب انتخبوا في انتخابات شابها ما شابها من تزوير، أفرز لدينا 73 مقعد للكتلة الصدرية. أنظر إليكم، أين موقفكم اليوم من الدولة؟ أدعو السنة والكرد الذين وقفوا وقفة المتفرج وهم ينظرون إلى أخوتهم الشيعة يتقاتلون وصلوا إلى حد يعني سفك الدماء أن يتدخلوا. كل ما يحصل خلاف سني سني يتدخل الشيعي لإطفائه، الخلاف الكردي الكردي يتدخل الشيعي. لماذا أنتم اليوم ساكتون؟ تمام. لماذا هذا الصمت أمام هذه المشكلة وما يجري اليوم من اختطاف لأصواتكم ولآرائكم ولناخبيكم ولهذه الدولة المدنية كما تقولون والديمقراطية؟ أين الديمقراطية وأنا أتعرض للتهديد وأسكت؟ لماذا هذا السكوت؟ لماذا هذا الجبن من قبل كل الأطراف اليوم العراقية؟ لماذا؟ فئة قليلة تختطف مني الدولة، لماذا؟ لستم مؤهلين تقولوا لنا. دعني أتحول لدكتور جهاد العقيلي. أنتم متواطئون؟ إذا كنتم متواطئين أو لستم مؤهلين، هناك من يسد هذه الثغرة التي وضعتمونا الآن في مأزق من أجلها. لماذا إرضاء لفلان أو فلان؟ الوطن أكبر من المسميات، الشعب أهم من القائد السياسي، والقائد أهم. إنصاف الشعب المظلوم، هذا الشعب الذي عانى ولا يزال يعاني منذ الخمسينات القرن الماضي حتى هذه اللحظة. لماذا متى تتكون لدينا المشكلة اليوم؟ كل من العقلية القيادية يرى بأن حل معاناة الشعب بطريقته الخاصة بينها بلا استثناء. كلكم شركاء اليوم لأنكم تركتم سلة صغيرة متمثلة بالتيار الصدري بأن تتحكم بمصير هذا البلد. تمام دكتور جهاد. نعم. يعني الأزمة الصاعد والموضوع وصل الى يعني مدار القضاء العراقي، واخذ نصيبه من هذه الفوضى القضاء العراقي، وربما مؤسسات اخرى ستاخذ نصيبها، حتى ربما المؤسسات الامنيه ايضا اذا ما بقيت هذا الحال. وانت تتابع هذا المشهد، الموقف الدولي والاقليمي مما يحدث في العراق، على الاقل المتحده تحدثت قالت الامور سيئه وربما ستذهب الى الاسوء. بمتابعتك للمواقف الدولية وماذا تشارك؟ هذه توقعات، كل التوقعات. الأخ ختمها أنه الشعب يعاني بسبب الأخطاء السياسية والمشاكل السياسية. هو من صنع الأخطاء هاي كل المشاكل السياسية؟ غير صناع القرار. حقيقة صناع القرار هم غير قادرين على صنع القرار، بدليل أنه في هاي فترة طويلة جدا
من مشكلة إلى مشكلة، من مشكلة إلى وتراكمت المشكلات، وعندما تتراكم المشكلات يصعب حلها وتنتج هذه النتائج اللي إحنا قاعد نناقشها. الموقف الدولي حقيقة حتى قبل يومين صرحت الخارجية الأمريكية والسفير الأمريكي في العراق أنه أضاعت كثير من الفرص وضيعت كثير من الوقت للتدخل لحل المشكلة، لكنه في الحقيقة هم وضعونا أمام مشهد لدراسة واقع حالنا إلى أين تصل بنا الأمور. هم دائما يجون مؤخرا للتدخل في الحالة إلى أن تصل الحراب إلى الأعناق ماكو. فهذا هو موقف الدولي، موقف الدولي ترك الأمر بيدنا وإحنا ما عندنا قدرة نحل مشاكلنا، وأثبتنا أثبت الساسة أنهم عاجزين على حلها لأنه هم ما قدروا يتحاورون لحل المشكلة. تعتقد أنه التيار يعني بالفعل يذهب بمسألة تأزيم الوضع إلى تدويل القضية العراقية يعني ممكن يعني؟ ما أتصور التيار هو طرح النقاط الثلاثة مثل ما أنا أشوف كل ما اشتدت فرجت التصعيد يستدعي تدخل دولي. هم التصعيد شنو يعني؟ هم ما خاطبوا الأمم المتحدة تدخل وحل من المشكلة، لكن عندما تخلق فوضى لكن هي 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 القضية هي نفسها دولة نفسها يعني هذا التصعيد. ومع هذا الزخم الإعلام الكبير اللي يعني أكثر أحيانا بالغ بكثير أمور وساهم الى تعقيد المشهد السياسي بدل ما ان يكون المشهد ما معقد بالفعل. نعم معقد بس تعطل الدولة كل هذه الفترة تشكيل حكومة. الخطاب الاعلامي المشحون اثر كثير يعني. احنا الاعلام له دور كبير لتقارب وجهات النظر، ما يبعد وجهات النظر يعني وجهات النظر بالحوار بالحوار بتقديم الافكار ساعات الحوار صار يعني دكتور جهاد. نعم. من الطرف المؤزم ساحات الحوار فارغة يعني اليوم. لا إحنا الطرق لأنه مو إنسان يعني من هم يريد يأخذ يريد يفتهم الجو المحيط حوله، مؤيد غير مؤيد، موقف سلبي كامل. إحنا أنا شو ما أدري السيد مقتدى إنه كل الوضع بشكل عام واصل كما هو يعني. يعني هاي مشكلة الحاشيات اللي تدور بالسلطة هي أساسها من 2003 هي وصلت العراق هذا المستوى. طب احنا من ليش اللوم كل القاده يعني؟ طيب هو حتى الـ عندما يتحدث التيار تحديدا السيد مقتدى الصدر عن الفساد ومحاسبه الفساد، هذا شعار الفاسدين احنا نعيشه خلال مو لما خلال 10 اشهر منذ اعوام. الفساد هو شعارنا. ليش يعني ذب الله؟ هذا هو يعني عندما كل من هي مشكلة أصبحت ظاهرة يعني راح تدخل المحاكم الدولية مشكلة الفساد ومطاردها. فبالطبع أنه يشمرها على الإطار والإطار يشمرها وأصبحت العملية تقاذف الكرة بين طرفين وهذا غير صحيح. الكل مشترك المشكلة هي بالعراق مو مشكلة الإطار هي مشكلة على العراق كلها. على الأقل الأزمة الأخيرة تتحدث عن التيار والإطار، والإطار عندما يتحدث عن الفساد والمفسدين في إشارة إلى الإطار. احنا عندنا هواي فرقاء سياسيين أخر، عندنا الكرد، عندنا السنة. هل هذا يعني تشويه فقط للإطار أم ماذا؟ هو بما أنهم الطرفان اللي يمثلان القوى المركزية في إدارة النظام السياسي فوصل لحد هذا التشابك وطرح التبادل بالتهم. لكن هي المشكله بحد ذاتها الكل مشترك بالفساد. يعني شنو بس الاطار والتيار؟ الكل مشترك بعمليه الفساد وادت البلد. لا خلينا نحكي اذا تحدث الاطار عن محاسبه الفساد الفاسدين قضائيا بالطرق القانونيه والمسلك القانوني يعني هذا شيء جميل جدا. هو بالنتيجه الا يطول هذا المسلك القانوني في محاسبه الفساد التيار الصدري باعتباره موجود؟ هو بالنتيجه العفوسه بالنتيجه من نتامل ان تنتهي المشكله. شيء ابينا ان يحاسب الفاسدين سواء كانوا الى اي منظومه سياسيه بالنتيجه، لان هاي قضيه بلد كبير، ما اموال هدرت، بلد يعني دمر، انسحبت كل امواله. فبالنتيجه القضاء هو المسؤول عليه ويحاسب. اذا احنا هسه ما طلع يجوز بعد ما تنتهي الازمه وبعد ما يصفى الجو مثل ما نقول يجب ان نتابع هالقضايا.
أستاذ مرتضى، إذا كنت تسمعني. أستاذ مرتضى، عندما يتحدث التيار بأنه ذهابه إلى مجلس القضاء الأعلى وهذا الاعتصام وهذا التواجد أمام المبنى، خلينا ما نعتبره تجاوز، لكن خلينا نعتبر تواجد لمطالب معينة، ويطالبه يقول له أنت يا قضاء أخذ دورك بمحاسبة الفاسدين، في إشارة إلى الإطار، متناسيا التيار تواجده في الحكومات السابقة ومشاركته بكل قضايا الفساد اللي نهبت هذا البلد كما يعني يطرح. بالفعل يعني هل هو فقط يعني عندما يشير التيار إلى الإطار بهذه القضية، قضية الفساد والفاسدين، هل محاولة لتشويه الإطار؟ عندنا شركاء آخرين، احنا الدولة لا تقام على طرف واحد او الحكومات لا تقام على طرف واحد، يعني هناك اطراف اخرى مشاركة في هذه القضية، لماذا يصر التيار على الاشارة بالفساد الى الاطار فقط؟ متناسيا نفسه اصلا. طبعا هنا التيار دائما سيد مقتدى صدر دائما ما يقع باشكالات مع نفسه، ودائما ما يناقض نفسه للأسف. أنا هي رسالة واضحة. كثيرا ما عند في النجف 2006 أقام التيار محاكم شرعية. أنا لا أعلم كيف أقامها، على أي يعني أساس أقام تلك المحاكم. وفي دفاع التيار عن هوشيار زيباري الذي رشح إلى أن يكون رئيس جمهورية، رشحه مسعود برزاني لأن يكون رئيس جمهورية، دافع عن شخص فاسد أخرجه في 2016 بسبب هدر كبير بالأموال. التيار يدافع عن الحلبوسي الذي هو متورط في كثير من الأموال والشبهات. التيار يدافع عن الكثير من الكرد والسنة في الوزارات، ويدافع عن الفساد الحاصل تحديدا في وزارة الصحة وما حصل من في البنك المركزي وما حصل وزارة إلى آخره. كل هذه يدافع عن التيار. لماذا يستهدف فقط فئة معينة؟ لماذا يستهدف أشخاص بعينهم؟ هل التيار نزيه من الداخل؟ نحن لا نعلم ماذا يجري في هذه البنيان المرصوص، نحن لا نعلم ماذا يجري أيضا من الصفقات وهذه البنوك التابعة إلى التيار التي تتقاضى وتعمل تشترك في المزاد الكبير في البنك المركزي الذي أهدر المليارات من الأموال، يهدر أسبوعيا لا نعلم إلى أين تذهب. التيار يملك كل هذه القاعدة والاقتصاديات والثغرات المالية وغيرها، ويطالب بمحاسبة الفساد. كيف لنا أن نثق بمن يطالب ينظر إلى أن الفاسد فقط هذا، وهذا الفاسد الذي طيب يمثلني أو ينتمي إلى التيار؟ أستاذ مرتضى يعني هذا يخلي تحت خيمتي وجناحي. اسمح لي أستاذ مرتضى، اسمح لي، هذا النظر بعين عوراء إلى الحقائق وإلى الفساد لا يعطي انطباعا جيدا عند الآخرين بأن الخطوات ستكون إيجابية وبأن الخطوات فعلا. نحن كلنا نطمح إلى أن يحاسب الفاسد، نحن كلنا نطمح إلى استرجاع أموال العراق المنهوبة، لكن على فئة دون أخرى لا، هذه قسمة ضيزة. السؤال إليك أستاذ مرتضى، وأوقع التيار نفسه في الإشكال. أكثر من يدافع عن الفاسدين في هذا البلد الذين أهدروا أموال العراق هو التيار ذاته، بيد أنه يستقبلهم ويبجلهم وغيرها، لكن الفساد بس هذا لا. أنا جيبني الطيني، عمم لي الفساد القانون على الجميع بما فيهم التيار. من أين لك هذا؟ طبق ليها على الجميع، لا تطبق ليها على واحد على دون الآخر. اليوم الشعب مظلوم. أنا لا أتكلم باسم إطار، باسم تيار، باسم أي فئة، أنا أتكلم باسم هذا الشعب الذي يرى بأم عينه أن الدولة والمكتسبات وأن السلم الأهلي يختطف من قبل فئة معينة. لا أسمح، أنا عراقي اليوم لا أسمح. قدمت كل التضحيات للبلد، أعطيت شهداء، أعطيت دماء، أعطيت، لا أسمح أن يختطف البلد من قبل فئة، لا أسمح أن تمرر عليه القوانين التعسفية، لا أسمح بأن أهدد يوميا. أريد دولة قوية. كيف لهذه الدولة القوية تحاسب الفاسدين؟ نعم، لكن الجميع، ولا أن يستثنى المقرب من التيار الصدري من موضوعة الفساد. هذا الذي نسعى أستاذ عليه. مرتضى، ومن يريد أن يبني دولة حقيقية يجب أن يبنيها بهذه العقلية. حتى أطرح السؤال،
صار متبر. كل من يدعي انتماءه الى علي بن ابي طالب انظر كيف كان يحاسب علي بن ابي طالب مقربيه قبل ان وعائلته قبل ان يذهب الى محاسبه الاخرين. لذلك التيار مدعو، مدعو الى محاسبه المفسدين فعلا بالتيار، مو بنهايه الكلام واذا يتوبوا انا راح اصفح عنهم. انت مو رب العالمين حتى تصفح عنهم، هذا فاسد اثبت دليل الفساد عليه والى اخره. لذلك مو انت اللي تصفح عنه ولا انت تمثل كل العراقيين. اليوم نحتاج القضاء، نحتاج الاجهزه التنفيذيه، تشريع، تنفيذ، كل هذه حتى نصل الى نتيجه بحيث تضمن لي انا الشخص اللي امشي بالشارع اقول انا اليوم امشي بظل حكومه تحفظ كرامه المواطن وليس تحفظ كرامه الحزب. مرتضى ايا كان تيار او اطار او ايا كان من هذه الاحزاب المتسلطه على رقاب الضيف في الاستوديو. تحول لدكتور جهاد، هذا السؤال التسئيل الأستاذ مرتضى لكن هو استرسل بالكثير وهذا من حقه. يعني مركز القوة بالعراق تظهر وكأنه ترتكز على قطبين التيار والإطار، وحتى معالجة الأزمات حتى الأطراف الأخرى تتدخل يعني بشكل ثانوي وهي تنأى بنفسها أحيانا وتذهب إلى وتستشعر القوي وتذهب إليه. لكن إذا احنا يعني خلينا نتفق بأن مركز القوة على قطبين هو التيار والإطار، بس الإطار يرى التيار يتجاوز، شنو الخطوات أو الخيارات لدى الإطار لمنع هذه التجاوزات؟ هو أن يدركون أكو هناك نفاق سياسي في كل المنظومة اللي هي على قبة البرلمان. هذا النفاق السياسي عمل على شد هذه القوى الإطارين، الإطار والتيار، اللي هي تضحت حاليا يعني سكوت البعض أمام هذا المشهد المعقد ونائيها عن أي تدخل أو طرح حلول أو بدائل لتهدئة الموقف أو على الأقل تقدير تقريب وجهة النظر بين الطرفين. أنا أمين إن العنف ما يولد إلا الشر، والحوار هو الأسلوب الأمثل لفكفكة أو حلحلة هذا المواقف أو العناد السياسي. لا لا لا، هذا نحكي عنه الإطار يتحدث بأريحية نعم الإطار أمامه أنه طرح بدائل وطرح هذا حلول. عنده بدائل معناته لازم يتحدث وخطوات مرتاحة الإطار عنده بدائل عند لازم عنده قيادات وعنده قدرة وعنده لازم أنه البدائل المستمرة إلى أن الطرف الآخر يصل إلى حد الوسط لازم أن تكون حتى تنازلات من قبل الطرفين. بالمقابل التيار عنده مفاجآت، هو هيك يتحدث يقول عندي مفاجآت أخرى. المفاجآت إحنا نتوقع كل شيء، هذا عالم المفاجآت بالعراق نسميه إحنا مفاجآت، نتوقعها كل شيء يعني، بس دائما هاي المفاجآت لمصلحة الشعب العراقي للوصول إلى بر الأمان، وليس المفاجآت إلى تودينا إلى العنف والهدر. خلي أختم مع أستاذ مرتضى. أستاذ مرتضى طبعا الصوت بصعوبة يوصل لك والحوار وياك، بس احنا ترى يعني وصلنا لنهاية الحلقة وعندي سؤال مهم لك أستاذ مرتضى وتختصر لي بي رجاء. السيد مقتدى أو التيار الصدري لوح بمفاجآت مستقبلا أو في الأيام المقبلة، شنو تتوقع هذه المفاجآت؟ والإطار يتابع خطوات السيد الصدر، خطوات الإطار بصورة عامة، ما لديه من خيارات الإطار بهذا الخصوص، وشو المفاجآت حكينا بالأول اللي يمتلكها التيار؟ هو مو قاعد يمنع حتى والله مفاجآت التيار فاجأنا دائما وأبدا بهذا التصعيد غير المبرر أو غير المدروس. لكن يعني هو لوح هذه المفاجأة، أعطى إشارات إلى أنه يريد أن يدخل إلى القصر الجمهوري أو يعتصم إلى آخره ويعطل رئاسة الجمهورية. لذلك هذا من شأنه أن يبقي الكاظمي حصرا هو المتحكم في البلد، وهذا ما يريده الصدر كما أسلفنا في بداية الأمر، أو الدخول إلى الجادرية واختراق. وهذه التهديدات التي تنتشر على منصات التيار الصدري تهدد إخوتهم في الوطن، شيعة سنة كرد. لكن يعني ألا يظن الصدر أن الآخرين اليوم يعني متهيئون يعرفون هذه الخطوات؟ ألا يظن الصدر أن ما يجري اليوم يعني الآخر يعني أنت سيد مقتدى عندك سلاح، الآخر عنده سلاح، اليوم يعني قطة بالشارع إذا واحد يضربها ترد، حيوان بالشارع بسيط، فكيف هاي البشر اللي أيضا لها حرمات تريد تروح
يعني تدعو الى قتل الى حرق. شكرا يعني لك استاذ مرتضى التميمي، يعني كانت غريبه الكاتب شخص والاعلامي كنت معنا في ساحه الاعتصام. بعد داعش ولا كيف لي اليوم انا ادعو الى السلم والاصلاح وانا ادعو جماهيري الى قتل ونهب؟ هذه موجوده انا مثبتها. استاذ مرتضى شكرا لك، وصلنا الى ختام هذه الساعه. مرتضى التميمي كاتب الاعلام مساحه الاعتصام، دكتور جهاد العقيلي رئيس قسم الاعلام في كليه الامال، شكرا لحضورك في هذه الساعه. شكرا دكتور، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه والى اللقاء.